بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. أتى بهذا الباب كما أشرنا من قبل بعد كلامه عن فضل العزلة، بعد كلامه عن فضل العزلة، فإن العزلة وإن كانت فيها ما فيها من منافع، لكن من أعظم مضار العزلة أنه لا يرى فيها هذا الخلق، أو لا يمتحن فيها الإنسان في هذا الخلق، ولا يتروض ولا يروض الإنسان نفسه على هذا الخلق. وذلك لأن العزلة يبتعد بها الإنسان عن الناس، والتواضع يحتاج لأجل وجوده اختلاط به الناس. الإنسان كي يظهر له أنه متواضع أو غير متواضع، أو يريد أن يعرف هل خلق التواضع موجود عنده أم لا، ودرجة هذا الخلق في نفسه، هذا لن يظهر مع العزلة، أليس كذلك؟ هذا لن يظهر مع العزلة. لماذا؟ لأنه في العزلة هيتواضع مع مين؟ أما الاختلاط فهو الذي يبين ذلك. ولذلك النووي رحمه الله كأنه يريد أن يشير هذه الإشارة بأنه أتى بباب التواضع بعد الكلام عن العزلة. قال: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. خفض الجناح للمؤمنين يعني توطئة النفس وعدم ارتفاعها على إخوانه المؤمنين، فيخفض هذه النفس ويلين بهذه النفس لإخوانه من المؤمنين، وإلا فربما ارتفع وعلى على الناس، وبذلك يكون متكبرا. ولذلك من أيضا من فقه النووي أنه أتى في الباب الذي بعده قال: باب تحريم الكبر والإعجاب. لأن الإنسان إن لم يكن متواضعا ربما كان متكبرا، أو كان هو على طريق التكبر. ولذا فالتواضع خلق يبعث على اللين والخفض الجناح في التعامل مع الناس. إنسان المتواضع تجد هين لين مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. أما غير المتواضع فتجد غليظ صعب، لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى الحال والمقال والتعامل معه إلا بصعوبة ومشقة. ولذلك لأنه ارتفع. أما المتواضع فإنه حتى لفظ التواضع مشتق من الوضع، وهو الخفض، وهو الخفض. ولذا فالإنسان إذا تواضع يعني تخافض ونزل. ولذلك أكثر ما يظهر التواضع يظهر مع من؟ مع من هم دونك، مع من هم دونك. لأنك إذا تواضعت وانخفضت لمن هو أعلى منك، فلعل ذلك باعثه قوة هذا الأعلى، قوة هذا الأعلى. أنت لما تدخل على ملك ولا على وزير ولا على شخص أعلى منك، فإذا لنت له فلعل الباعث على هذا اللين ماذا؟ أنك لا تقدر على أن ترتفع. قد يقول له بطش، قد يقول له سلطان، يترتب على عدم تواضعك عنده أن يعاقبك. لكن التواضع يظهر متى؟ ويظهر عند من؟ عند من هم دونك.
فأنت أعلى منهم مقاما. فإذا عاملوك وجدوك ماذا؟ مثلهم، بل وربما وجدوك تظهر كأنك دونا عنهم، وهذا من التواضع. ولذلك لو نظرت إلى كلمة التواضع اشتقاقها كما ذكرنا من الوضع والخفض، فأنت تخفض وتخفض نفسك هذه وتجعلها تلين وتنزل لأجل أن يكون ذلك له أثر طيب على من تتواضع له، على من تتواضع له. ولذلك أمر الله تعالى بالتواضع، وكان سيد الناس أحسن الناس تواضعا، كان سيد الناس صلى الله عليه وسلم وأعلى الناس قدرا، كان أكثر الناس تواضعا. يقول الله عز وجل آمرا المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة فيه تبع، أو أنه أمر للأمة من خلال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا لسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، فمن هم دونه أولى بهذا الخلق، يعني أن يأخذوا عنه هذا الخلق الذي أمر به وهو سيد الناس. قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الشاهد من الآية قوله تعالى أذلة على المؤمنين، تواضع يذل لأخيه، وهذا حال المتواضع، يذل لأخيه، يذل لغيره في الخير. وإلا ليس التواضع في كل مكان وفي كل محل، لا، بل قد يكون الكبر هو الأنسب في هذا المحل، قد يكون الكبر هو الأنسب في هذا المحل. مثال: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة وهو في يوم بدر أو يوم الأحزاب لا أذكر، وقد ربط أبو دجانة عصابة على رأسه، وكان إذا ربطها علم الناس أنه سيقاتل إلى أن يموت أو قتال الموت يعني، فجعل أبو دجانة يمشي أمام الصف والصف والعدو في المقابلة، فجعل يمشي يتبختر، جعل يمشي يتبختر، ماشي بقى فيها نوع من الإيش؟ الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره ذلك إلا في هذا الموضع، أو كما قال إلا في هذا الموضع، الموضع ده على الأعداء على الكفار يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك، عزة على هؤلاء واستعلاء عليهم. ولذلك الظالم والكافر والمجرم ونحو ذلك قد يكون أو تكون عزتك عليه واستعلاؤك هو ده الأنسب في الوقت ده، هو الأنسب. ولذلك زمان كانوا الجماعة هدانا الله وإياه بتعامل الدولة، فكانوا الحتة النفسية دي بيتعاملوا معاها مع أكثر إخوة، وخصوصا لما يكون شخص لسه جديد، لما يجده خايف ويجد منه خوف يقوم يعمل ايه؟ يدوس عليه اكتر. لما يجده في عزة كده وفي قوة يقوم يعمل ايه؟ يبقى محرص ويتعامل معاه الى حد ما بنوع من الايه؟ من الحساسية، حساسية شوية وحرص شوية. ولذلك موطن هذا العزة فيه مطلوبة، هذا الموطن العزة فيه مطلوبة. إنما اللين لا مش مع ده بقى، والتواضع لا مش مع ده، لأنه ده ما يفهمش أصلا يعني إيه، ما يفهمش يعني إيه تواضع، والعياذ بالله، وهو يصد عن سبيل الله. ولذلك ليست كل المواضع ولا المواطن يناسبها التواضع، يناسبها التواضع، نعم. ولذلك حتى الناس العامة عندنا في كلامهم يقولون عبارة وإن كانت هي ليست يعني على إطلاقها، يقولون الكبر على أهل الكبر صدق، يقولوا كده يعني عندنا الكبر على أهل الكبر صدق.
هم يقصدوا معنى صحيح، وهو انه فعلا المتكبر مش ده اللي تتواضع له، لكن ممكن تتواضع له في بعض الاوقات ان كنت تريد ايش؟ ان تتالفه، تريد ان تريه اخلاق المسلمين. لا، احنا مش متكبرين زي ما انت بتعمل كده، تريد ان تتالفه الى الخير. اذن ليست على اطلاقها. قال تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقال تعالى: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فلا تزكوا انفسكم، لان هذا ينافي التواضع. الانسان المتواضع لا يتكلم كثيرا عن نفسه، ولا يظل يقعد يقول انا اللي بعمل، انا اللي فيا، انا كذا، انا بعمل، انا كذا، انا بسوي. لا لا لا، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. تستكبرون، وهذا شاهد. لماذا؟ لأنهم تركوا التواضع وتخلقوا بأخلاق المتكبرين. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وهذا وحي فيه أمر، أن تواضعوا، وهذا أمر، أن تواضعوا لا يفخر، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لأن خلق التواضع يبعث على عدم الظلم، وذلك لأن ترك التواضع والكبر والاستعلاء يبعث على البغي والظلم. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تواضعا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم تأتيه المرأة ولما جلست تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذت، وذلك من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأت عند النبي صلى الله عليه وسلم من حفاوة الناس به صلى الله عليه وسلم، فلمس ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة فهون عليها، فجعل يقول: هوني عليك، هوني عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، هوني عليك، أنا لست ملكا ولا يعني قيصر ولا قسرة ولا فرعون ولا شيء، هوني عليك، إنما أنا عبد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بخلاف حال المتكبرين التاركين للتواضع. تجد الواحد منهم بالفعل هو ابن امرأة كانت تأكل القديد، والقديد هو أشبه بالخبز لكنه ليس من القمح ولا الشعير، أو هو من الشعير لكنه المجفف في الشمس، يعني حتى لم يخبز في التنور ونحو ذلك، إنما هو جفف في الشمس. يعني إشارة إلى شدة الإيه؟ الفقر، إشارة إلى شدة الفقر. قال: هوني عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. لكن غير المتواضعين تراه كان لا يأكل حتى القديد، ومع ذلك ما إن إذ أعطاه الله سبحانه وتعالى سلطانا أو جاها أو مالا أو شهرة حتى تراه يرتفع على الناس ويقول: إنما ورثته كابرا عن كابر، دنا أبي فلان وأمي فلانة وعائلتي كذا، وهو ليس كذلك، هذا إنسان غير متواضع. ولذلك تجد كثير من الناس يقع في هذه المسألة، أن يظن أنه إذا ذكر انكساره ونحو ذلك من قبل أن يؤتى ما هو فيه من جاه أو سلطان
أو نحو ذلك، إن ده شيء يقدح فيه أبدا. ده هذا من نبل الأخلاق، هذا من نبل الأخلاق، إنك تعترف بمثل ذلك، تقول أنا كنت فقيرا لا مال لي، الحمد لله أعطاني الله، أنا من بيت فقير جدا، أنا من أقل الناس، لو كنت كذلك يعني، وإلا لو ادعاه تكلفا لكان كذلك هذا كذبا وزورا وتكلفا، يعني ما يبقاش هو كان ابن أغنياء يوم يقول لا عشان أتواضع، أو أقول للناس ماذا، ده أنا من كنت فقيرا لا شمال عندي، يوم الناس يقولوا يا سلام على التواضع، لا أبدا، هذا تكلف. إنما لو كان هو بالفعل كذلك فهذا من التواضع، ولذا فالارتفاع مخالف والتواضع الكاذب أيضا مخالف. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يريد مدحه والثناء عليه من الناس، كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما السيد الله، قال إنما السيد الله. الحكاية دي فقرتني والعياذ بالله، ملاعين المجرمين والعياذ بالله بتوع الإلحاد دول العلمانيين أو بعضهم والعياذ بالله، اللي زعلان قوي ان ازاي السلفيين بيطلبوا يتكتب في الدستور السيادة لله، يقول لك ليه تتكتب ليه؟ طب ما السيادة لمين؟ ده مكتوبة في الدستور السيادة للشعب، طب ما السيادة لمين؟ حتى لو هتكتب للشعب، انما هذه السيادة تابعة لسيادة الله سبحانه وتعالى. ولذا كان صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تواضعا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما نقصت صدقة من مال، والشاهد من الحديث وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، سبحان الله. والله لو أنك حققت ذلك لوجدت ذلك عندك بإذن الله. تواضع كده لله كده في بعض المواطن تجد ربنا رفعك من الجهة الأخرى، لكن أنت تريد الرفعة والعلو على الناس ربنا يضعك. يقول الشافعي رحمه الله ما جلست مجلسا إلا وإن تويت فيه أن يجري الله الحق على خصمي أو على لسان خصمي، إلا يجري الله الحق على لسان خصمي. وقال أحد السلف ما جلست مجلسا أريد أن أرتفع فيه إلا وضعني الله، وما جلست مجلسا أريد أن أتواضع فيه لله إلا رفعني الله. ولذلك من تواضع لله رفعه، اللي يتواضع لله يعني الذي يتواضع لأجل الله يريد الأجر من الله سيرفعه الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. مر على صبيان لا قرأت ما تواضع أحد لله إلا رفعه، لا أنا عندي هنا بعديه، عندي هنا بعديه. قال عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. انظر، هل الكبراء والعظماء والملوك يفعلون ذلك؟ لا.
ومع ذلك سيد العظماء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا تواضع منه، ومن تواضع لله رفعه. ولذا أعلى الناس وأرفع الناس قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في عيون أعدائه، حتى في عيون أعدائه فإنهم يرون هذا العز الذي أعزه الله به ظاهرا فيما بقي من حال لأمته ولدينه وشرعه. فيمر صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيسلم عليهم. تصور أنت هذه المسألة، كنت أنا صغير، أنا أقول على نفسي أنه كنت أنا صغير كان أبي رحمة الله عليه يفعل ذلك، فكنت أنكر عليه، وهذا من الجهل، يعني هذا من جهلي، فكنت أراه وهو كنت أنتظره وأنا صغير لما أتي من العمل، فكنت ألمحه من أول الطريق عندما يدخل الشارع، فأرى كل حركاته بقى طوال الطريق، فكان طوال الطريق كلما وجد صبيا أو صغيرا يقف ويسلم عليه ويلاعبه ويداعبه، فهذه كانت طريقة عنده. فكنت أقول له هي الأطفال اللي أنت كل شوية طفل تقف معاه نحو ذلك. وسبحان الله العظيم، انظر إلى هذا الحال، والله لا أريد أنا يعني الموقف جي كده يعني قدرا بقدر الله، يعني لما مات أبي هذا لم يكن رجلا ذا شأن في الناس، يعني لم يكن يعني لا صاحب وظيفة ولا حال، بل كان من غمار الناس، لكني اكتشفت أن هذه مثل هذه الأحوال ولدت حبا عجيبا في الناس له. يوم مات ما كنت أظن أن جنازته تكون على هذا النحو. كنا نسكن في منطقة مغلقة على نفسها، عبارة عن خمس حواري شوارع يعني وشارع عمومي ومغلقة على نفسها، فيها ما يسكن من ما يقطب من حوالي 5 إلى 10 آلاف إنسان على الأقل. أقول لكم بلا مبالغة، على الأقل نصف هؤلاء الناس صاروا في جنازتي وهم لا يعرفونه. فأنا أقصد من هذا المشهد، انظر إلى التواضع حتى في مشهد مع الأطفال، مع الأطفال الصغار كيف يؤثر في نفوس الناس. ولذا كان سيد الناس صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس تواضعا، حتى أنه يسلم على الصبيان، وكان أحيانا كما يقول أنس يلقى أخا له صغيرا يقال له أبا عمير، وكان له عصفور صغير فكان يسلم عليه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني كأنه يقول له بالتعبير العام عندنا ماذا، إيه يا أبو عمير إيه الأخبار، إزاي العصفورة بتاعتك، ما فعل النغير، النغير اللي هو العصفور الصغير. نعم. وعنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. المرأة من غمار الناس تكلم حيث شاءت في أي وقت وفي أي مكان حيث شاءت، يتواضع لها ويقف ويسمعها صلى الله عليه وسلم وينظر في حاجتها ويلبيها لها صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف حال المتكبرين يوم ولا يلتفت لحد ولا ينظر لأحد ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وعن الأسود ابن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله. قالت فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. لا، هنا الأمة المقصود بها، أنت تقصد يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المقصد به المرأة التي ليس لها مكان في الناس، الأمة ما لهاش، بس الأمة دي إيه؟ ولا حاجة يعني عند الناس العرب، دي معذرة في التعبير الخدامة. لا، ده احنا الخدامة عندنا أعلى مكانا من وعلى معنى الأمة يعني الصغيرة، إنه كانت الصغيرة تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديث أنها كانت الأمة الكبيرة يعني، أو المقصود تأخذ بيده لا يشترط منه الملامسة ونحو ذلك يعني. كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود أنها ربما تمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده دليل على إيه؟ إشارة على
التواضع، إنها تمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ماشية، وربما كانت كبيرة أيضا تمسك بيده وهي تمشي معه. المتكبرين هل يسمح للناس إن هو حد يمسكه كده وماشي ولا حاجة؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يكون في مهنة أهله، خدمة أهله. انظر إلى هذا التواضع، سيد الناس في خدمة أهله، يعني كما جاء في بعض الروايات كانت قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويكنس داره أو بيته صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التواضع العجيب. انت تصور انت بس واحد فينا، احنا بس كده، مش اقول لك ملك ولا بتاع، لا، واحد فينا كده يبقى شيخ بس، والناس عملوا له حفله شويه ولا حاجه، خلاص بقى انا اشيل ولا احط ولا اكنس ولا اعمل ولا اسوي ولا ونحو ذلك. لا، ده انا بقيت خلاص ايه، حاجه كبيره خالص. فانظر الى غيره، ده انا بقول في اهل الدين، انظر الى غيره من الصور السيئه التي تجدها في كثير من الناس تنافي هذا التواضع. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، قال: فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. انظر إلى عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، هو يخطب في الناس، فدخل رجل غريب قال: يا رسول الله، لا أدري ما ديني. ماذا فعل؟ ترك خطبته للناس وجاء إلى هذا الرجل وجلس إليه وأتى بكرسي وجلس إليه، إشارة إلى أنه مكث طويلا يكلم الرجل، ثم عاد بعد ذلك يكلم الناس. المقصود هنا ليست خطبة الجمعة، إنما خطبة مطلقة، ولذلك يقال لكل مخاطبة خطبة. قال: فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وهذا في الحقيقة من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيكم، إننا كثيرا ما تمر بنا مثل هذه الأمور ولا نتواضع للناس على هذا النحو. نسأل الله العفو والعافية. فانظروا إلى سيد الناس يتواضع إلى هذا الحد من التواضع، حتى يترك حديثه في الناس لأجل أن يكلم هذا الرجل. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال أنس: كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. ابتداء هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم التكلف، وإلا فإننا في زماننا هذا صار الناس والعياذ بالله يتفننون في التكلف، حتى جعلوا ما يسمى بروتوكول الطعام والشراب، إنه إزاي يأكل والسكينة فين والشوكة فين وكذا ونحو ذلك، حتى أنهم في هذا يجعلون دائما اليد التي يؤكل بها هي الشمال والعياذ بالله، مش في البروتوكولات دي السكينة هي اللي فين، في اليمين، والشوكة هي اللي في الشمال. انظر إلى كل هذا التكلف الذي ربما في النهاية يكون فيه مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا لو قيل لهؤلاء
إذا انتهيت من طعامك إلعق أصابعك إن كان فيها شيء، إن كان فيها شيء، وإلا لم يكن صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه إلا إذا كان فيها طعام يعلق بها. ولذلك ليس من الهدي لعق الأصابع مطلقا، إنما الهدي إن وجد فيها ما يعلق بها، إن وجد فيها ما يعلق بها. وتأمل قول الراوي أصابعه الثلاث، الثلاث هو الإنسان له ثلاثة ولا له خمسة؟ طب إيش معنى ثلاث؟ لأنه كان يأكل بهذه الثلاث صلى الله عليه وسلم، وده أكل الإنسان المتواضع. أما الجشع فيأكل بأصابعه كلها. قال: وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وهذا أيضا سبيل المتواضعين. وأمر أن تسلت القصعة، تسلت القصعة السلت من الإفراغ، وهو إفراغ القصعة وألا يترك فيها شيئا يرمى بعده، لكن لو ترك فيها شيئا ينتفع به الغير لا حرج في ذلك، لكن لا يترك فيها شيئا يرمى بعده. ولذلك هذا أيضا من خلق التواضع، إنه يبقى لقمة أو لقمتين أو آثار في الإناء فكان يلعقها. طيب الحكمة في ذلك، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. الغير متواضع، أنا مش عايز أقول المتكبر، الغير متواضع يستنكف عن ذلك، يقول لك أنا أعمل كده وأفعل نحو ذلك. هذا كان يفعله سيد الناس. ولذلك أيضا ننبه أن سلت الإناء أيضا ليس من الهدي على الإطلاق، فإنه من الهدي إن كان لا يستعمله بعدك أحد، لكن لو هناك من سيأكل بعدك لا بأس لو تركته، لأن هذا الذي سيأكل بعدك ربما أكل هذا الطعام المتبقي. أما إن كنت تعلم أنه لن يأكل بعدك أحد فلا يجوز لك أن تترك ذلك، أو على الأقل يكره لك أن تترك ذلك، لأن هذا ينتفع به الشيطان. كان في أول يعني أول يعني واحد ملتحى يعني، فكان لي أخ صديق يعني، فكان يعني ظريفا، فكان إذا أكل كان يفعل مسألة السلت هذه، فكنا نضحك إحنا ونقول ده أنت طفص ونحو ذلك يعني، ده أنت مش مسألة السنة أنت كذا، يقولوا أنا هنشف له مصارينه كمان، يعني مش هخليه، يقصد من؟ الشيطان يعني، هنشف له مصارينه، يعني لن أترك له شيئا. وفي الحقيقة هذا هو الهدي في الحقيقة، إنك لا تترك للشيطان شيئا ينتفع هو به. أنت لما يدخل بيتك هينتفع، لما يأكل من طعامك هينتفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا دخلنا البيت أن نذكر الله، وإذا أكلنا نذكر الله، وإذا نمنا نذكر الله، حتى لا يأوي الشيطان إلى شيء من ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: أنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. شاهد للباب أن هذا تدريب للأنبياء على التواضع. ما من نبي إلا ورعى الغنم. مدرسة الغنم هذه مدرسة تربية، ما من نبي إلا وتربى في هذه المدرسة، وهذا يدل على عظيم أخلاقهم. ولذلك الراعي، الراعي من أعظم أسباب حسن أخلاق الإنسان أن يرعى الغنم، من أعظم أسباب حسن أخلاق الإنسان أن يرعى الغنم، لكن لا أقول هو السبب، وإلا قد يرعى الغنم ولا دين له ولا يذب له، لكن من الأسباب التي تعين على حسن الأخلاق رعي الغنم، وذلك لما في الغنم، في رعي الغنم من بعث الأخلاق الكثيرة، منها التواضع، بل من أعظمها التواضع. التواضع طبعا والصبر والعفو والرحمة ونحو ذلك، لكن من أعظمها التواضع، إذ أن راعي الغنم يأكل مع الغنم وبجوار الغنم
ولربما جلس يشم وهو يأكل رائحة الغنم، وإذا نام نام بجوار الغنم، بل وربما بالت بعض الغنم بجواره وهو ينام ونحو ذلك. كل هذا يعلمه الإيش؟ التواضع. وإذا نام نام على الأرض، يعني راعي الغنم مش بيجيب سرير معه وهو في وهو ماشي بيرعى الغنم، إذا أراد أن ينام ينام على الأرض، وإذا أكل أكل على الأرض، وإذا أكل ربما أكل بعض الأكل مع الغنم، يعني ممكن بعض الثمار أو بعض الخضر أو نحو ذلك يطعم الغنم ويطعم هو منها ربما. نعم. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. لو دعيت إلى كراع أو ذراع أو ذراع، وهي واحدة على فكرة، الكراع والذراع واحدة، ولكن العرب تقول عليها أحيانا كراع وأحيانا تقول عليها ذراع باعتبار كثرة اللحم، باعتبار كثرة اللحم. قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، وهذا لأن المتكبرين لا يجيبون الدعوة إلا إذا كانت فيها ما فيها من الطعام والشراب وكذا، وإذا علم أنك لا تحتفي به فإنه لا يجيب دعوتك، لا يجيب دعوتك. عرف أن الدعوة دي فيها بقى مأكل ومشرب وكذا يوم يأتي. طب الدعوة دي فيها بسيط من المأكل والمشرب ونحو ذلك لا يأتي. أما أهل التواضع فالعبرة عنده بتلبية الدعوة ونيل الأجر من الله سبحانه وتعالى، سواء كان الطعام كثيرا أو كثيرا، أو نوع الطعام غاليا أو رخيصا. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، جمل يعني، قال فجاء عربي على قعود له فسبقها، قال فشق ذلك على المسلمين. يعني كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي عرف ذلك في وجوه الناس وفي كلامهم، قال فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله يعني هذه سنة الله، حق على الله يعني ليس واجبا على الله كما تقول المعتزلة والعياذ بالله، إنما حق على الله يعني سنة الله في الخلق أنها جرت على ذلك، أجرى الله عز وجل سنته في الخلق كذلك ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، إنه لا يوجد شيء في الدنيا يبقى على حاله أبدا، ولا سيما إذا كان عاليا لن يبقى عاليا على الدوام إلا وضعه. حتى في عالم الناس الملوك الذين يموتون ملوكا فإنهم يصيبهم ذلك حتى ولو ماتوا ملوكا، فإما أنهم يوضعون في الملك أو يوضعون في الصحة والعافية ونحو ذلك، فما رفع الله شيئا إلا وضعه، لا بد يأتي عليه يوم وينزل. ولذلك خير للإنسان أن يتواضع قبل أن يوضع، خير له أن يتواضع قبل أن يوضع. ولذلك كان سيد المتواضعين هو صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.